المشاركة في مهرجان القاهرة بالنسبة لي أنا أول تجربة، وهي تجربة عكست مشاعر، يعني في دفى كده أنا حاساه ناحية المهرجان، لأنه ده مش خارج بلدي. يعني أنا قبل كده كنت يعني سافرت بالفيلم الأولاني خارج مصر، بس ده جوه مصر، ففي إحساس حلو. الفكرة كانت من أكتر من 10 سنوات، 12 سنة تقريبا، لما عملوا حمام زينهم، حمام سباحة في مركز الشباب، لكن بدأت إن أنا أعرضه على إلهام من 7 سنوات. لا، عايز أي أهم حاجة، بحث عن الجمال في وسط السواد، وسط الهموم، وسط الفقر، وسط الحياة البسيطة، البحث عن الجمال والبحث عن الحرية. يعني لا، هو كان في دور لسماح، رغم ان هي بتطلع صامتة في طوال الفيلم، بس دور مؤثر جدا، لان سيدة بتعيش في بدروم وسط القطط وعايشة وحيدة، وقصت شعرها، حلقة شعرها طوال الفيلم. الحقيقة سماح عملت جهد رهيب فيه، وكاملة ابو ذكري عملت جهد معاها كمان، وكانت حابة جدا الشخصية، بس يبدو ان الفيلم طول اثناء المونتاج، فاضطروا ان هم يضحوا باشياء. يعني كاملة اضطرت ان هي تضحي باشياء، وانا اتفاجئت برضو. انا رايي كان في مشاركه، انا كان لازم ترجع لي، يعني كان لازم ترجع لي، اقدر اعمل بدائل، يعني اقدر اعمل اظبط حاجات في الايقاع، لان في اشياء كتير اتشالت من الفيلم. لا، هو الفيلم الحقيقه فيلم جميل، والجهد الرهيب اللي عملته كامله ابو ذاكر، لان كامله حساسه جدا وموهوبه فعلا، وبتعمل جهد رهيب وموسوسه قوي في شغلها، وده انا عارفاه كويس قوي. لكن كان في بعض الاشياء كان المفروض ان انا ايه، ابقى داخل المشهد، يعني المفروض ان انا يترجع لي في الاخر او